أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الإخبارية المستمرة معكم على شاشة أكسترا نيوز لمتابعة أهم وآخر المستجدات. أدانت مصر إقرار الكنيسة الإسرائيلية تشريعا يحظر عمل وكالة الأونروا للإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وتحد من قدراتها على تقديم الدعم للمواطنين الفلسطينيين بالأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي بيان لوزارة الخارجية اعتبرت مصر تلك الخطوة جزءا من سلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتعكس استخفافا مرفوضا بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة، مجددة رفضها المطلق لكافة الممارسات الإسرائيلية الهادفة لتهجير السكان الفلسطينيين من أراضيهم وتصفية حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين. وطالبت مصر المجتمع الدولي والمنظومة الأممية وفي مقدمتها مجلس الأمن بالتصدي بصورة حازمة لهذه الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة، مستنكرة النهج الإسرائيلي الذي لا يكتفي بارتكاب الجرائم ضد المدنيين الفلسطينيين العزل بل يستهدف تقييد كافة الجهود الرامية للتخفيف من المعاناة التي تخلفها السياسات والممارسات الإسرائيلية. وتشدد مصر على أن دور وكالة الأونروا لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه، وأنه قد آن الأوان لمجلس الأمن أن يطلع بدوره الأساسي في حفظ السلم والأمن الدوليين، محذرة من استمرار فشل المنظومة الدولية في الدفاع عن مبادئها وقيمها الإنسانية الآخذة في التآكل بفعل الممارسات الإسرائيلية وسط تخاذل دولي مؤسف. أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات قرار إسرائيل لحظر الأونروا الوكالة الأممية التي تقدم خدمات تعليمية وصحية أساسية لأكثر من 5,500,000 لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها. وقال أبو الغيط إن القرار يعادل حكما بمصادرة مستقبل ملايين الفلسطينيين، وأنه يمثل الحلقة الأحدث في خطة متواصلة تباشرها إسرائيل منذ سنوات للقضاء على دور الوكالة ومحاولة تدمير سمعتها الدولية وتكفيف منابع تمويلها. وشدد أبو الغيط على أن القرار يمثل سابقة خطيرة على الصعيد الدولي، ذلك لأن إسرائيل ليست هي من أنشأ الأونروا لكي تحظر عملها. أثار قرار الاحتلال الإسرائيلي حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة موجة غضب وإدانات أممية ودولية في أحدث حلقة من الحملة الشعواء التي يشنها الاحتلال على المنظمة الأممية منذ سنوات. المزيد نتابعه في سياق هذا التقرير. تاريخ طويل من الاستهدافات الإسرائيلية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا يمتد من تاريخ إنشاء الوكالة الأممية منذ نحو 75 عاماً. حاول بها الاحتلال تشويه سمعة الوكالة للقضاء على قضية اللاجئين التي تمثل جوهر القضية الفلسطينية. ورغم أن محاولات استهداف أونروا ليست بجديدة إلا أنها برزت للواجهة مع بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فحاول الاحتلال الحد من التمويل الدولي الموجه للوكالة بكثير من الادعاءات التي نالت من موظفيها وحتى مسؤولي الأمم المتحدة، واعتماد استراتيجية إعلانية ممولة
على مواقع التواصل الاجتماعي. وهي الحملات التي ربما لاقت استجابة من بعض الدول الغربية في البداية، لكن سرعان ما تراجعت هذه الدول مع فشل الاحتلال في إثبات صحة هذه الادعاءات. عجز الاحتلال عن حشد تأييد دولي لمساعيه الإجرامية، اضطره للتحرك منفردا بإقرار تشريع يحظر الوكالة من العمل داخل الأراضي المحتلة في أحدث حلقة من الحملة المتواصلة للنيل من الوكالة، رغم التحذيرات الدولية والأممية من الإقدام على هكذا قرار. وقادت الأمم المتحدة بكامل مؤسساتها حملة إدانات وتحذيرات ضد القرار غير المسبوق، حيث اعتبر فيليب لازاريني مفوض عام الوكالة هذا القرار ضد أونروا يشكل سابقة خطيرة، معتبرا أنه يعارض ميثاق الأمم المتحدة ولن يؤدي إلا لتعميق معاناة الفلسطينيين وخاصة في غزة، حيث يمر الناس بأكثر من عام من الجحيم المحض. الموقف نفسه أكده الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي حذر من عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين، داعيا دولة الاحتلال إلى التصرف بشكل متسق مع التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. هذا الموقف المندد لم يكن حصريا على الأمم المتحدة، حيث أثار أيضا قلق بعض حلفاء الاحتلال الغربيين الذين يخشون أن يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في غزة. فأعربت الولايات المتحدة عن قلقها العميق إزاء التشريع الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، ومحذرة من كارثة لأكثر من 3 ملايين فلسطيني يعتمدون على أونروا في الخدمات الأساسية، ومقرة بأن الوكالة لا غنى عنها في غزة حيث لا يوجد كيان يمكنه أن يحل محلها. كما انتقد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي القرار الذي وصفه بالخاطئ، كما تفاعل زعماء من عدة دول أوروبية أخرى مع القرار، حيث عربت كل من بلجيكا وإيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا عن إدانتها للقرار، مؤكدين أنه يشكل سابقة خطيرة لعمل الأمم المتحدة وجميع منظمات النظام المتعدد الأطراف، ومؤكدين على مواصلة العمل مع الدول المانحة والمضيفة لضمان استمرار عمل أونروا ودورها الإنساني.
ولمزيد من التفاصيل نستقبل الآن هاتفيا الأستاذ أشرف عبد الغني مدير تحرير جريدة الجمهورية. أستاذ أشرف، بداية وبعد التحية، آخر حلقات الاحتلال الإسرائيلي، إقرار الكنيسة الإسرائيلية لتشريع يحظر عمل وكالة الأونروا والحد من قدرتها على تقديم الإغاثة للمواطنين الفلسطينيين، كيف ترى هذا القرار وكيف يمكن التصدي له من خلال مجلس الأمن؟ يعني في البداية أهلا وسهلا بحضرتك وكل السادة المشاهدين. ثانيا أعتقد بأن القرار الذي اتخذه الكنيسة الإسرائيلي هو يأتي كما تفضلت بالذكر كحلقة ربما تكون نهائية من وجهة النظر الإسرائيلية في التعامل مع الوكالة الدولية لإغاثة الفلسطينيين الأونروا، وهي مسألة أعتقد أنه تم التمهيد منذ بداية اندلاع الأزمة في أسرع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، هي ترويج العديد من المزاعم والادعاءات حول الدور الذي تقوم به المنظمة. خلال هذا العام أو أكثر استهدفت القوات الإسرائيلية أكثر من مرة العديد من الموظفين التابعين للمنظمة الدولية وأسقطت العديد منهم ضحايا ومصابين. أكثر من مرة قامت بترويج العديد من الإشاعات والادعاءات المتعلقة بعمل هؤلاء الموظفين. هددت أكثر من مرة بأنها ستعمل على إيقاف عمل المنظمة داخل الأراضي الفلسطينية وتحديدا في قطاع غزة، حتى أنها في الفترة الأخيرة قامت أو تحاول القيام بالاستيلاء على مقر الأونروا في فلسطين وتحويله إلى مستوطنة جديدة يتم بناءها على الأراضي الفلسطينية المحتلة. كل هذه التحركات التي قامت بها دولة الاحتلال الإسرائيلي تعني شيئين لا ثالث لهما. الأول أنها تحاول أن تقطع كل سبل الإغاثة عن المواطنين الفلسطينيين الذين يعانون بشدة ويتعرضون لحرب إبادة في قطاع غزة. الثاني أنها تحاول استخدام هذه الخطوة كورقة ضغط كبيرة خلال الفترة الحالية للتأثير على صانع القرار الفلسطيني فيما يتعلق بضرورة تعامله مع الأزمة، سواء كان ذلك في الجانب الممثل في السلطة الفلسطينية أو حتى كان ممثلا في جانب الفصائل المقاومة الموجودة في قطاع غزة. الهدفان الذين تحاول إسرائيل تنفيذهما في هذا المسألة أعتقد أنهما أصبحا واضحان للعيان بشأن تأثيراتهما خلال المرحلة القادمة. نعم، ولكن أستاذ أشرف نتحدث عن يعني هذه المنظمة الأممية التي تقدم خدمات تعليمية وخدمات صحية أساسية لأكثر من 5,500,000 مواطن فلسطيني، ما كم هذا التخوف من مباشرة هذه المنظمة لدورها على الأرض؟ يعني أعتقد أنه بهذا القرار الجائر الغاصب لأبسط حقوق الإنسانية في دولة فلسطين المحتلة، أعتقد أن هذه المسألة تشير وبشكل واضح أن إسرائيل عازمة وكل ما أوتيت من جبروت وقوة على خنق الشعب الفلسطيني بالكامل. حضرتك بتتكلم عن رقم يوازي كل الفلسطينيين الموجودين في القطاع وفي في الضفة. هذه المسألة إذا تم تنفيذها على أرض الواقع فمعناها الرئيس أن السلطة الإسرائيلية سواء في الضفة الغربية أو حتى الأوضاع داخل القطاع أصبحت مقطوعة تماما عن فكرة وصول المساعدات الإنسانية، وكل عمليات الاقتصاد متوقفة في قطاع غزة. عملية الحصار حتى للعاملين الفلسطينيين في الضفة الغربية أصبحت شديدة الوضع على الجميع. وأيضا هنالك محاولات كبيرة من جانب وزير المالية الإسرائيلي للتسئيل عن قطع حتى الإمدادات للبنوك الفلسطينية. هناك تهديدات متعاقبة من الوزراء وزراء اليمين المتطرف في حكومة بنيامين نتنياهو على أنهم أيضا سيقومون بالضغط على السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس أبو مازن فيما يتعلق بالمساعدات والإمدادات التي تحصل بها بشكل شرعي وبشكل مستديم بما يضمن عمل السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. كل هذه الحلقات إذا جمعناها بعضها إلى جوار البعض ستعطينا عنوانا رئيسيا لما تريد تحقيقه دولة الاحتلال الإسرائيلي بالسيطرة بشكل كامل على كل مفاصل الدولة الفلسطينية المحتلة سواء في الضفة أو سواء في غزة، وصولا إلى مرحلة الضغط والتهجير حتى يتم الاستيلاء بالكامل على الأراضي الفلسطينية في
بشكل غير مسبوق، وهذا أعتقد هو الهدف الكبير لهذه الحكومة اليمينية المتطرفة. نعم، ربما محاولات النيل من وكالة الأونروا منذ إنشائها قبل 75 عاما طارة من الحد من التمويل الدولي، وطارة أخرى من الحملات الممنهجة المدفوعة المقابل على مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا، وهذا يعني أن هذه المنظمة ربما تشكل يعني هاجس كبير للاحتلال الإسرائيلي. كيف يمكن أن يتم الزج بالمجتمع الدولي لوقف هذا القرار أو هذا التشريع للكنيسة الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الأونروا كي تباشر مهامها مجددا وبأريحية على الأرض وسط هذا يعني أو هذه الحرب التي يعني ما زالت حتى الآن تدخل في عامها وبضعة شهور؟ يعني أعتقد أن الإجابة عن هذا السؤال مؤلم في حقيقة الحال مرتبط بالعديد من الأمور التي علينا أن ننتبه إليها. أولا، هذه الوكالة تابعة بالقطع للأمم المتحدة، والولايات المتحدة تخضع بشكل كبير في عملها للقرار الذي يصدر من الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية بدورها مساندة تمام المساندة لكل التحركات الإسرائيلية وكل عمليات القتل والإبادة ومحاصرة الشعب الفلسطيني من زاوية. هذه نقطة. النقطة الثانية أنه على مدار العام الماضي ارتكبت دولة الاحتلال الإسرائيلي العديد من الخطايا الإنسانية التي لا تختص بحق العديد من منظمات المجتمع المدني العاملة داخل قطاع غزة وفي الغطاء، المطبخ العالمي، وكالة الأونروا، الإمدادات التي تقوم بها عدة دول في هذا السياق. وفي كل مرة من هذه الكوارث التي ارتكبتها دولة الاحتلال الإسرائيلي لم يكن هنالك اكتراث كافي من جانب المجتمع الدولي لمواجهة هذه الأفاعيل. ربما كانت هناك إدانات، ربما كانت هنالك شك من هذه الدولة الكبرى أو تلك أو هذه المنظمة أو تلك، ولكن على أرض الواقع لم تتخذ أي قوة كبرى أو منظمة دولية معنية إجراءات حادة تعيد مرة أخرى الأمور إلى نصابها الصحيح فيما يتعلق بالإغاثات الدولية لأهالينا في قطاع غزة وفي فلسطين بشكل كامل. النقطة الثالثة والأخيرة أن فكرة الزخم الذي كان تحظى به القضية الفلسطينية وحرب الإبادة في قطاع غزة على مستوى الإعلام العالمي والإقليمي لم تعد كما كانت في السابق. هذه المسألة أيضا خاصة بعد عمليات الاغتيال التي نجحت في تنفيذها قوات الاحتلال الإسرائيلي، هناك حالة تراجع كبير في الاهتمام بالقضية الفلسطينية. كل هذه المسائل وهذه الثلاثية تحديدا تصب بشكل مباشر على فكرة أن وكالات الأونروا وغيرها من وكالات الإغاثة لا تحظى بالدعم الكافي من جانب المؤتمر، من جانب المجتمع الدولي، وهذه مسألة علينا من جديد أن نعيد. ولكن أستاذ أشرف، هل عجز الاحتلال عن حشد تأييد دولي لمساعيه الإجرامية هو الذي دفعه للتحرك منفردا بهذا القرار أو هذا التشريع؟ يعني أعتقد أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحظى هذه المحاولات الإسرائيلية بأي دعم دولي في هذا السياق. هذه مسألة غير منطقية وغير مقبولة على الإطلاق. هنالك محاولة أخرى تسعى دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى تنفيذها وتنجح مع الأسف في هذا السياق، وهو شراء الصمت الدولي إجازة التعبير. هنالك حالة صمت كبير دولية بعد عدة أشهر من التفاعل والإيجابية إلى حد ما وتغيير المواقف الدول الغربية من الدعم الكامل لدولة الاحتلال الإسرائيلي إلى الدعم المحصل ثم المتطرف بإطلاق أنار وصولا للهدنة. هذه التحولات في نظرة بعض القوى الكبرى المسيطرة في هذا الملف، هنا هناك استجابة كبيرة ولو حتى على مستوى الباطن وليس على مستوى العلن لتلك الدعوات والمحاولات الإسرائيلية. هذه المسألة تحتاج إلى مجابهتها مرة أخرى من تكتلات الدول العربية، من تكتلات الدول التي تحافظ على ما تبقى لها من إنسانية خاصة في المجتمع الغربي. علينا الاستعانة ولكن أستاذ أشرف، كيف لهذه التكتلات العربية التي تتحدث عنها أن تتحرك في ظل صمت المجتمع الدولي عما يحدث ويعني انتهاك
واضح وصريح لكل المعايير الخاصة بحقوق الإنسان تحديدا. كما تفضلت بالذكر هي تتحرك بالأساس لما يمكن وصفه بإيقاظ أو محاولة إيقاظ هذا الضمير العالمي الإنساني الذي يغط في سبات العميق. هذه المسألة التكتلات العربية، النواحي، وكالات الإعلام الدولية المؤثرة، تبني خطاب مختلف، مواقع التواصل الاجتماعي كان لها دور رئيس ومهم للغاية في التعامل مع الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بشكل كامل. إذا تحركت هذه الرباعية بشكل متوازن على المستوى الدولي، فأعتقد أنه مرة أخرى يمكننا استعادة الزخم للقضية الفلسطينية، مرة أخرى يمكننا مواجهة هذا العنف الإسرائيلي وحرب الهجرة التي نفذها، مرة أخرى نحاول تحقيق القدر الأدنى من المساعدات لشعبنا الفلسطيني المغلوب على الأمر داخل قطاع غزة وفي كل أنحاء فلسطين. أستاذ أشرف عبد الغني مدير تحرير الجمهورية، نشكرك على هذه المداخلة والشرح الوافي. ما زلنا مشاهدين مع حضراتكم في هذه التغطية التي نرصد ونتابع فيها قرار إدانة قرار أو إقرار الكنيسة الإسرائيلي بالتشريع الذي يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا والحد من قدرته على تقديم الدعم للمواطنين. وفي سياق آخر وميدانيا ارتفعت حصيلة شهداء المجزرة التي ارتكبت كبتها قوات الاحتلال في بيت لاهيا إلى 94 شهيدا من بينهم عشرات الأطفال والنساء، بالإضافة إلى عشرات الجرحى والمفقودين. كان الاحتلال قد قصف عمارة سكنية تتكون من 5 طوابق وتأوي قرابة 150 نازحا في بيت لاهيا، حيث لا يزال العشرات من العالقين تحت الأنقاض. في اليوم 89 بعد 300 من العدوان، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في شمال قطاع غزة استشهد فيها عشرات الفلسطينيين. الاحتلال قصف عمارة سكنية في بيت لاهيا شمالي القطاع تتكون من 5 طوابق وتؤوي قرابة 150 نازحا هربوا من غارات الاحتلال. تم قصف المنزل عائلة أبو نصر في حي مشروبة لاهيا، تكون من 4 طوابق، عدد من الشهداء عشرات الشهداء وعشرات النازحين قاموا في هذا المنزل، يعني قام قصف المنزل من غير سابق انذار على هذا المنزل. تم زي ما انت شايف الشهداء هنا وزي ما انت شايف الأشلاء على الحيطان هاي معلقة، وهان والجيران كلها هي يعني في مربع مشروع بيت لاهيا. هذا ولا يزال العشرات من الضحايا تحت الأنقاض، فيما تتواصل المناشدات للمساعدة بالبحث عن ناجين أو انتشال جثامين الشهداء في ظل عدم تمكن الدفاع المدني والإسعاف من الوصول إليهم. وخلال عملياته العسكرية في شمال غزة ارتكب جيش الاحتلال العديد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين، الأمر الذي دفع مسؤولين أمميين للتأكيد أن كل سكان شمال غزة معرضون لخطر الموت، وأن ما تفعله القوات الإسرائيلية هناك لا يمكن السماح باستمراره. فعلى مدار أكثر من 3 أسابيع استشهد مئات الفلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الذي مسح أحياء كاملة من الخريطة في جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، كما أجبر آلاف العائلات على النزوح قسريا تحت تهديد الدبابات، بالإضافة إلى منع إدخال المياه والطعام والأدوية والوقود والمساعدات الإنسانية. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف مدفعي للاحتلال شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة. وفي منطقة الصفطاوي شمال غرب مدينة غزة سقط 4 شهداء وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي استهدف المواطنين بالمنطقة، فيما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف للاحتلال شرق مدينة رفح الفلسطينية.
تحمل الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو رودين الإدارة الأمريكية المسؤولية عن حرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية. وأضاف أبو رودين أن الاستمرار للاحتلال في ارتكاب المزيد من المجازر الوحشية ضد الشعب الفلسطيني التي كان آخرها استشهاد أكثر من 90 معظمهم من النساء والأطفال يأتي كنتيجة لغياب المحاسبة الدولية جراء الدعم الأمريكي، مطالبا الولايات المتحدة بإجبار الاحتلال الإسرائيلي على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. حذرت المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف في غزة روزاليا بليون من عواقب عدم تلقي أكثر من 119,000 طفل في شمال القطاع للجرعة الثانية من اللقاح المضاد لشلل الأطفال قبل منتصف شهر نوفمبر القادم. ونبهت المتحدثة الأممية بأن مناعة الأطفال الذين تلقوا الجرعة الأولى ستنخفض بسرعة حال تم تخطي الموعد النهائي، وذكرت أن القيام بعمليات التطعيم تستلزم توفير الأمان للعاملين والأسر على حد سواء. أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية استشهاد 11,852 طالبا وإصابة أكثر من 18,000 منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر عام 2023 على قطاع غزة والضفة. وأشارت الوزارة إلى أن 560 معلما وإداريا استشهدوا وأصيب نحو 3,729 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتقل أكثر من 148 في الضفة. ولفتت إلى أن نحو 362 مدرسة حكومية وجامعة ومبنى تابعا و65 تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة. اعتقلت قوات الاحتلال خلال الساعات الماضية 15 مواطنا على الأقل في الضفة الغربية المحتلة، من بينهم معتقلون سابقون. وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير بأن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات بيت لحم، قلايقلة، نابلس وطوباس، ورافقتها تنفيذ عمليات تنكيل واسعة واعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين. مشاهدينا، التغطية ما زالت متواصلة مع حضراتكم على شاشة أكسترا نيوز، ولكن بعد الفاصل. Kingdom of Saudi Arabia, the chairman of the Minister's Council, Your Excellencies, Your Highnesses, Your Excellencies, dear attendees. It is my pleasure in the beginning to communicate the heartfelt gratitude and thankfulness of President Assisi to the Council of the Two Holy Mosques, King Salman bin Abdul Aziz Al Saud and His Royal Highness the Crown Prince, Prince Mohammed bin Salman. I'd like to express my thankfulness and gratitude for the kind invitation to attend the 8th edition of the Future. أعبر عن شكري وامتناني على الدعوة الكريمة لحضور النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار وإلقاء كلمة نيابة عن فخامة السيد رئيس الجمهورية. وأنتهز هذه الفرصة لكي أشيد بالنجاح الكبير الذي حققه هذا المؤتمر الهام على مدار السنوات السابقة، خاصة على صعيد جذب الاستثمارات وتسليط الضوء على جهود التنمية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك في إطار تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
والتي أحرص على متابعة منجزاتها عن قرب من منطلق وحدة المصير والمسار بين مصر والمملكة العربية السعودية. السادة الحضور، إن شعار هذه النسخة من المؤتمر أفق لا متناهٍ، الاستثمار اليوم لصياغة الغد، يعبر حقيقة عن الأولوية القصوى للحكومة المصرية التي تعمل جاهدة من أجل صياغة غد أفضل للأجيال القادمة رغم التحديات الهائلة الناتجة عن التصعيد الخطير الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط وحالة الاستقطاب وعدم الاستقرار الدولية، إلى جانب ما يشهده عالمنا في المرحلة الأخيرة من تحديات انجسام مماثلة أمام تحقيق التنمية المستدامة على غرار جائحة كورونا والتذبذبات الكبيرة في أسواق الغذاء والطاقة وتنامي شح المياه ونضرتها. وبالرغم من تلك التحديات، فإن مصر عازمة على المضي قدما بخطى ثابتة في مسيرة التنمية الشاملة بما يحقق الرخاء والازدهار لبلادنا. وفي هذا الإطار تواصل مصر العمل بلا هوادة تحت قيادة فخامة السيد رئيس عبد الفتاح السيسي على عدة محاور، من بينها أولا تعزيز دور القطاع الخاص. وتولي مصر أهمية بالغة لدور القطاع الخاص في قيادة عملية التنمية الاقتصادية وتحقيق الأولويات والخطط الوطنية. وقد اتخذت الحكومة المصرية مؤخرا مجموعة من الخطى والإجراءات الطموحة لتحسين مناخ الاستثمار وتمكين القطاع الخاص وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين. ولعل من أبرز تلك الخطوات وضع حد أقصى للاستثمارات الحكومية بهدف إتاحة مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص، بالإضافة إلى توحيد سعر الصرف ومنح الرخصة الذهبية للمستثمرين لتذليل إجراءات إنشاء المشروعات ومواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في إطار وثيقة ملكية الدولة. هذا إلى جانب تطبيق سياسة ضريبية جديدة تستهدف تبسيط إجراءات تطبيق الضرائب، والعمل على توحيد جهات التحصيل وتسريع إجراءات تسوية النزاعات الضريبية، كما شملت الإصلاحات التي قامت بها الحكومة المصرية اعتماد برنامج جديد لدعم الصادرات، وكذلك إطلاق استراتيجية وطنية للصناعة تستهدف تحقيق طفرة في الصناعة الوطنية عبر زيادة المكون المحلي وجذب استثمارات جديدة في عدد من الصناعات الهامة مثل صناعة السيارات الكهربائية. ثانيا، قطاع الطاقة. مما لا شك فيه يرتبط مستقبل التنمية المستدامة في العالم بقضية أمن الطاقة، لا سيما في ظل التحديات المرتبطة بالفجوة بين مصادر الطاقة المتاحة من جهة واحتياجات الطاقة من جهة أخرى. ومن هذا المنطلق تسعى مصر إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز كفاءتها وتحول إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة من خلال تحفيز الاستثمارات المباشرة في هذا القطاع الهام، بالتوازي مع إقامة شراكات مع الدول الشقيقة والصديقة لا سيما في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة. وفي هذا الإطار فإنه من دواعي سروري أن نشهد ما تحقق اليوم على صعيد الشراكة بين مصر والسعودية في المجالات ذات الصلة بأمن الطاقة وتنويع مصادرها. وجدير بالإشارة هنا إلى مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية، والذي يستهدف إنتاج 3000 ميجاوات من الكهرباء على مرحلتين. ثالثا، قطاع النقل والتنمية الحضرية. ضخت مصر خلال السنوات الأخيرة استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية وبناء مدن جديدة وذكية، وكذا لتطوير منظومة النقل والمواصلات والمواني في مختلف أنحاء البلاد، بما يتسق مع الخطط والأهداف المصرية الطموحة لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر. وفي هذا الإطار قامت مصر ببناء أكثر من 20 مدينة جديدة، في مقدمتها العاصمة الإدارية ومدينة العالمين الجديدة، والتي تتبع جميعها معايير الاستدامة والتقدم التكنولوجي. كما قامت بإطلاق استراتيجية لتطوير النقل ترتكز على عدة محاور، أبرزها الارتقاء بالبنية التحتية للنقل عبر إنشاء شبكات الطرق وتطوير قطاع السكك الحديدية والنقل النهري وتحديث وتطوير المواني البحرية. كما تم إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة للنقل البحري، وهناك تعاون مصري سعودي وثيق في مجالات النقل وربط المواني ورغبة مشتركة لدى البلدين
في التحول لمركز إقليمي للنقل اللوجستي وسلاسل الإمداد. رابعاً، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالأخص الذكاء الصناعي. لا يخفى على أحد أن مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتطورات الخاصة بها بما فيها الذكاء الاصطناعي بات يتصدر قائمة المجالات المحفزة للنمو الاقتصادي والتشغيل وجذب الاستثمارات، وهو ما دفع الحكومة المصرية لاتخاذ خطوات متسارعة لدعم هذا القطاع، والذي أصبح من أسرع القطاعات نموا في مصر. كما تقوم مصر بالفعل بتنفيذ مشروعات عديدة في إطار منصة مصر الرقمية، التي تهدف إلى إدماج تطبيقات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في كافة المجالات، وتولي أهمية كبيرة لتنمية العنصر البشري في مجال التحول الرقمي باعتباره الركيزة الرئيسية لاستراتيجية تطوير قطاع التكنولوجيا المعلومات، وهو ما يأتي بالتزامن مع جهود تطوير البنية التحتية الرقمية المصرية، فضلا عن إدخال العنصر التكنولوجي والرقمي كأحد عناصر مشروع حياة كريمة الذي يستهدف تحسين مستوى المعيشة في القرى والريف المصري، حيث تم مد الألياف الضوئية إلى المناطق الريفية لتزويد حوالي 58 مليون مواطن مصري بهذه الخدمة، أي حوالي 50% من عدد سكان مصر. السيدات والسادة، لا شك أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين الاقتصاد والاستثمار والنمو من جهة، والسلام والاستقرار والأمن من جهة أخرى، الأمر الذي يضع منطقة الشرق الأوسط التي تموج بالصراعات والأزمات المتصاعدة أمام تحديات بالغة التعقيد، لعل أبرزها في المرحلة الحالية تمثل في العدوان الإسرائيلي المستمر على أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، والذي اتسعت رقعته في الأسابيع الأخيرة ليطال لبنان العزيز. وفي مواجهة هذه التحديات يبرز دور مصر والسعودية باعتبارهم الركيزتين الأساسيتين للأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة الشرق الأوسط، وذلك بالنظر إلى تطابق رؤى البلدين حول خطورة الوضع الإقليمي الراهن وضرورة وقف إطلاق النار وتجنب الانزلاق نحو حرب إقليمية شاملة سيكون لها تداعيات وخيمة تطال الجميع بلا تمييز. وفي هذا الإطار أود التشديد مجدداً على أن أمن دول الخليج هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن تحقيق الأمن والاستقرار وتوفير المناخ اللازم للتنمية الاقتصادية وتحقيق الرخاء سواء في الشرق الأوسط أو العالم يرتبط بشكل مباشر بتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية. السيدات والسادة، لا يفوتني أن أعرب عن اعتزازي بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية على كافة المستويات، بما يعكس خصوصية العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين. ولا يسعني سوى الإشادة بما تشهده المملكة تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين سمو الملك سلمان بن عبد العزيز جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من طفرة في مختلف المجالات. وأؤكد استعداد مصر للمساهمة في مسيرة التنمية في المملكة من خلال الخبرات والكوادر البشرية المصرية، وأعرب عن تقدير مصر للتوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، والاتفاق على تشجيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري، بما يؤكد رغبة البلدين في الارتقاء بمستوى التعاون الاستثماري إلى آفاق أرحب. وختاما، أعرب مجددا عن شكري وتقديري البالغين لخادم الحرمين الشريفين ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة رئيس مجلس الوزراء، وكل ثقة في أن يسفر النقاش وإسهاماتكم القيمة على مدار اليومين القادمين في طرح أفكار عملية محددة من شأنها دفع جهود التنمية المستدامة وتحقيق المزيد من الرخاء والاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم. والسلام.
إذن مشاهدينا، كانت هذه كلمة لدولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في قمة مستقبل الاستثمار بالعاصمة السعودية الرياض. هذه الكلمة التي ألقاها دولة رئيس الوزراء نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحدث فيها عن عدد من النقاط الهامة التي سعت إليها مصر لتعزيز مستقبل الاستثمار على أرض الكنانة، حيث تطرق إلى ملفات النقل والطاقة والاستثمار وتكنولوجيا المعلومات والدور الذي سعت إليه مصر لتعزيز دور القطاع الخاص لأهميته في قيادة العملية الاقتصادية. ومن أجل ذلك اتخذت مجموعة من الخطى، سواء كان وضع حد أقصى للاستثمارات الحكومية وتوحيد سعر الصرف، بالإضافة إلى منح الرخصة الذهبية لعدد من المستثمرين، وأيضا تطبيق سياسة ضريبية جديدة موحدة من حيث جهات التحصيل، ودعم الصادرات وإطلاق استراتيجية وطنية للصناعة لزيادة نسبة المكون المحلي. ولأن مستقبل التنمية يرتبط دائما بالطاقة، سعت مصر بناء على ما تحدث إليه دولة رئيس الوزراء، سعت مصر لتنوع مصادر الطاقة وتعزيز كفاءتها والتحول لمركز لتصدير وإنتاج الطاقة. وتطرق دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في قمة مستقبل الاستثمار بالرياض، تطرق إلى الشراكة بين مصر والسعودية في مجالات أمن وتعزيز مصادر الطاقة، وهنا ضرب مثالا لما يتم من شراكة بين مصر والسعودية من ربط كهربائي يستهدف إنتاج 3000 ميجا وات على مرحلتين. أيضا ملف النقل كان حاضرا في كلمة دولة رئيس الوزراء، حيث تطرق إلى هذا الملف بالحديث عن الطفرة التي حدثت فيه والارتقاء بالبنية التحتية له وتحديث وتطوير الموانئ البحرية، وتحدث عن الارتباط الوثيق بين الاستثمار والاقتصاد والنمو من جهة والأمن والاستقرار من جهة أخرى، وهنا تحدث عن اتساع رقعة الصراع في القضية الفلسطينية وامتداده إلى لبنان ودور مصر والسعودية في الحد من هذا الصراع وضرورة وقف إطلاق النار لما له من تداعيات وخيمة. واختتم دولة رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. وإلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه التغطية المباشرة على شاشة أكسترا نيوز. أشكركم على طيب المتابعة وتقبلوا تحياتي، أنا أحمد عبد الصمد.